اقرا رسالة محمد شبانة. محمد شبانة مش قادر اقراها زميلنا الصحفي الكبير وسكرتير عام النقابة وعضو مجلس الشيوخ. معاطي صباح الفل، مجهود رائع ومهني ومحترم انت وعبد الناصر، بجد خالص تحياتي ليكو. اختي هي بتتابع كمان يعني احمد، وخلي دعاء الاستغفار. الحمد لله فضل ونعمه. شكرا يا استاذ محمد شبانه، استاذ محمد شبانه النقابي العظيم والزميل العزيز ورئيس تحرير الاهرام الرياضي وسكرتير عام نقابه الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، فوق دماغنا هذه الرساله يا استاذ محمد. كابتن لؤي دعبس كمان عايز يسلم عليك. ده شرف لينا. كابتن لؤي ازيك يا حبيبي؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يحفظك. مبروك مبروك، وأنا الله يحفظك. أنا مش عارف أقول إيه، أنا ببارك لكم وببارك لمصر كلها. الله يحفظك كابتن وبارك فيك وبارك للدنيا كلها. وأنا معاكم بقالي 48 ساعة. انت معانا من اول الموضوع خالص يا كابتن، مش 48 ساعه بس. انت اخ فاضل وعزيز. انا مش عارف اقول لكم ايه غير ان انتوا تستحقوا التحيه والتقدير. الحمد لله. وان انتوا فعلا من احرار البلد. الحمد لله الحمد لله. وانا مش يعني انا مش مجمع بصراحه، مش مجمع ومش عارف اقول لكم ايه غير الف مبروك لمصر كلها. وهكلمكم بعد ما تخلصوا ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. شكرا يا كابتن لؤي، الله يخليك. كان لازم ناخد منك مبروك كلمه يا كابتن لؤي. لا اله الا الله يا حبيبي. شكرا محمد، الله يبارك فيك، الله يخليك. هكلم اللي هو على الديب بس اخد مكالمتين سريع كده. لا خد اللي هو على الديب، بقول لك عندي شيء ضروري. حاضر فورا، ممكن يبقى عنده خبر جديد. بنشكر الاستاذ فكري محمد سوشيال الاهلي، والطيار علي الديب هنجيبه. الاستاذ ابراهيم المنيسي بنشكره شكرا جزيلا. كابتن كريم حسن شحاته وكريم بنشكره، بيتابعنا. حسام سوشيال، الاستاذ عبد الناصر ربنا يحفظه ويبارك عمره. دكتور طارق الطويل، استاذ القلب العظيم. وخلي اريد الجو جميل لعمرو دياب كولتونك وحمل